قل ما حكم من غطت رأسها في الصلاة وبعد الانتهاء انكشف شيء جزء من شعرها، هل يؤثر ذلك على صلاتها؟ صلاتها صحيحة ولولا أن تعتني بالستر حتى لا يبدو شيء، لكن لو بدأ شيء من شعرها من غير اختيار ولا علمت به فلا حرج عليها، لكن إن علمت تستره في صلاتها.